السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة للناس اللي عندهم ارانب مصابة بالتهاب في العين ديالها. اول حاجة نتكلموا بعدا على الاسباب ديال هاد الحالة المرضية، وهي في الحقيقة السبب الرئيسي وهو عدم النظافة. هاد عدم النظافة كيسبب في انبعاث غازات، واحد الغاز بالضبط، واحد الغاز سميتو غاز الأمونيا، وهذا الغاز كيأثر بشكل كبير على كيأثر بواحد كيفرز واحد التهابات كاينين على مستوى العين ديال الأرنب. وغالبا ما تصاب عين وحده، ماشي العينين بجوج، كيتصاب يعني عين إما ليمنية، ممكن تكون ليمنية، ممكن تكون ليسرية. هاد وغالبا يعني كتبقى هاد العين مسدودة، يعني كتبقى في الأول كيكون غير بحال نقوله بحال العماش، من بعد كتولي العين ديال الأرنب بحال مسدودة واحد شوية، من بعد تقدر تسد، وإلا ما تاخدناش الإجراءات اللازمة يعني العلاج، ممكن ان هذا الارنب يصاب بالعمى لا قدر الله. وهذا المرض يعني ممكن انه يصاب كيتصاب به صغار الارانب حديثي الولاده، يعني الله تولدوا. اما بالنسبه للكبار حتى هما كاين اللي كيتصابوا بهذا يعني المرض، ولكن اللي كيتصابوا به بزاف هما الصغار وكثرية اللي يلاه تولدوا. إذن كاين هناك في الحقيقة علاجين، كاين العلاج الأول هو علاج طبيعي، والثاني هو عبارة عن مرهم أو بومادة كما كنقولوا. وفي كلتا الحالتين هذه العلاجين كيتشفى الأرنب، كيولي معافى ومشافى إن شاء الله بعد يومين فقط إن شاء الله. إذن الدواء الأول وهو الدواء الطبيعي اللي غادي نهضروا عليه، وهو عبارة عن نبتة السمية ديالها البابونج، أكيد أنكم عارفين كلكم سموه البابونج. البابونج واحد النبتة، طريقة ديال الاستعمال ديالها أننا كنغليوها في واحد شوية يعني مع الماء واحد شوية، وكنشدو هذاك الماء ديال اللي غلينا به، وكنبقاو ننظفو أو كنغسلو به العين ديال الأرنب. إذا هاد النبتة في الحقيقة هي يعني المفعول ديالها يعني هو مجرب، هذاك المحلول ديالها ممكن أنكم تمسحوا به وهو دافئ، من الأحسن أنه يكون دافئ، ما تخليوش حتى يبرد، يعني باش تسرعوا العملية ديال العلاج إن شاء الله. ومن الممكن يعني استخدام محقنة، يعني واحد البيكير بدون إبرة، تحيدوا لها الإبرة باش ما تأديوش الأرنب، ديروها حيدوا لها ديك الإبرة وبداو تغسلوا بها يعني للمزيد من التركيز يعني خلال عملية الغسل. هذا بالنسبة للطريقة الطبيعية. دابا نهضروا على الطريقة بواسطة واحد البومادة أو مرهم كما كيقول. إذن هذا المرهم في الحقيقة هو رخيص في الثمن، الثمن ديالو 9 دراهم، هو في الحقيقة دواء بشري، ويمكننا نعطيه لجميع الحيوانات اللي كتصاب بهذا الالتهاب في على مستوى العين. هاد المرهم وهو اوريوميسين، راه معروفه، هو بوماده معروفه، يعني اي دار ممكن انها تكون عندها، ورخيص في الثمن، ولكن المفعول ديالو في الحقيقه راه جد جد فعال. اذا الطريقه وهي كالتالي، خصكم ديروا جوج المرات يعني هاد البوماده، ولكن قبل ما ديروها غادي تشدوا واحد الماء وتدفيوه وتغسلوا به العين ديال الارنب، يعني تبقاو تغسلوا هذاك العماش او شي حاجه صفراء او قشور كاينه في العين، ممكن انكم تغسلوها بالماء دافي ماشي الماء بارد،
وديروها للارنب ديالكم يعني بواحد القطنه ولا يعني ديروا له البوماده على مستوى العين كامله، وان شاء الله بعد يومين غادي يتشافى. ان هذه البوماده للتذكير ديال الاسم هي سميتها اوريوميسين، اللون ديالها اصفر والثمن ديالها رخيص للغايه. هي دواء بشري، ممكن انكم تشريوها عند فرماسيان العادي ديال اللي كيبيع الدواء، ماشي بلا ما يكون بيطاري. الطريقه راها مجربه وجد فعاله، غير قضيه انكم حاولوا انكم توليو الغاز اللي هضرنا عليه ديال الامونيا ما يكونش عندكم في الكاج ديالكم، لان كثره الفضلات بحال دابا شوفوا هنايا معايا هاد الميكا بحرام فيها واحد الفضلات قليله، يعني من البارح لهاد النهار يعني كل نهار غسلوا نظفوا هاد الفضلات. انا دابا غادي نكب عليها الماء باش ما تبقاش يعني ممكن انني تسبب لي في الغاز اللي قلت لك عليه اللي هضرت لكم عليه، الغاز الامونيا. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، كنشكركم على الدعم ديالكم ديالي. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.